ايه الاخبار؟ معاكم حلقة جديدة النهاردة هلعب لعبة بابي يا شباب. فقبل ما يبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب واضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل حاجة جديدة. هتلاقوا زر الاشتراك تحت هنا او هنا، دوسوا عليه وحولوا له نصوصي عشان تشتركوا معانا في القناة. يلا بينا نبدأ. طبعا دي شخصيتي، عندي شخصية أختي بس أنا بلعب من عليها. طبعا جوجل سمي نفسها رمس جوجل، أنا بلعب على الموبايل لأن الكمبيوتر مش محمل عليه موقع تشغيل ولا كمان ملجلج. طبعا ممكن تنتقل هنا، أنا حاطة هنا عربية هي في الميدان ده، مش عارفة ليه مش اوكي. فخلينا يلا بينا نبدا جيم. بس يا شباب طبعا دي ببجي الجديده بتلعب مع الاخوات، قصدي مع الاصحاب. طبعا انا وجودي قلنا لما انا اجيب تاب جديد هبقى احمل عليه على الالعاب اللي انا عايزاها و والله يا شباب مستغربة قوي بس انا بحبكم جدا. شكرا على تعليقاتكم الخرافية لسلسلة ماينكرافت. شباب والله انتوا عاملين شغل جامد في ماينكرافت، وكمية التعليقات مبسوطة بماينكرافت ان احنا هنعمل لعبة ماينكرافت. والله مبسوطة جدا. نزلنا الجيم، لا هو مش جيم يعني لسه. وديله طبعا انا مش بجري، ممكن هنا زي تامبو. بصوا يا اما تدوسي على العلامه بتاعت الجري دي اللي هي فوق كده على ايدكم اليمين جنب الخريطه. طبعا انتوا ممكن تشغلوا ماين في مايك، هو كله مش عارف بقى. فانا بنزل لوحدي، انا بحب انزل كده في حته هاديه لوحدي يعني. ما توقعتش كده فعلا. بس شوف الطياره وجمالها، روح يا شباب شوفوا الانيميشن. بدانا ايه رايك ننزل في الحته دي؟ تعال ننزل هنا، ننزل هنا ولا هنا؟ تعالوا هنا. ننزل. طبعا بحب هو يفرد الباراشوت لوحده لان هو عندما يفرد انا هفرد انا بقى عشان عايز احط هناك ولا اخليه دايما. طلع فيه بيتين، اوكي ما عنديش بيانات، فاحنا بس عايزين بيوت عشان ناخد حيل. خلينا نشوف هنا حيل، خد كل حاجة اللي تلاقيها قدامك في السرفايفل خده على طول متكسفش. حلو كويس، مش أي حاجة تانية؟ لأ ده هنا نخرجه. خلينا نجري هناك للبيت ده. ناخد دي سكين. خلاص ما تترك لي حد. بنشتري يا جدعان، انا بحتاج البيت ضروري. حيييي طبعا شوية حاجات خرافية. كويس ان انا اديكها همدك كده واحدة بس عشان ايه بس ما كانش هاني
خلينا نشوف كده الزوم بتاعه حلو. لا ده انا اللي بمشي. اوه خلينا نبدأ. لا شكرا. طبعا كله يعرف لعبة بابجي كده. عيل الطلقة الطلقة بتاعتها غريبة. طب ممكن تدوسوا هنا طلقات او احدى طلقات اي حاجة، بس انا متعودة على العملية دي اللي دوست عليها دي. انا بخلص طلقات على الفاضي ليه يعني؟ مش هنا مشحون على خشب. طبعا انا عايز اكسب الجيم دوت. طبعا يعني لعبت ببجي كتير فانا متعودة عليها، بس اختي لا. طبعا هي سمحت لي ان انا العبها عليها، بس ساعات برضو بتلعب معايا. ماشي كل حاجة يعني جاهزة لو في اي حرب. المشكلة مش معايا ملك كتير، محتاجة شوية ملك كتير. يا ريتني رحت البيوت اللي هناك. بتحكم بالشاشة بالعيد اللي فوق دي. خلينا نحضر الدايرة. تعالوا نبص على الخريطة هنا. انا دخلت جواها شوفوا اهي بيت اهو. يلا بسرعة انا ادخل من الشباك بقى، مش مشكلة. انا عايز اخلص بسرعة يعني. اوكي هو في اي حاجة مفيدة يعني؟ في ميديك يعني. هو ده يعني خلينا نمشي مع بعض. لا المايك بيشتغل يا جدعان. عايز اقفل زي ما ان كان. اهلا محدش سمعك. لا انا مش سامعاهم. يا نهار ابيض انا سامع صوت رجل حد. انت سامع زي؟ لا دي رجلي يعني. كل شوية اتخض من رجلي يعني، هي ورجلي. يا نهار ابيض يا شباب والله انا يعني مش عارفة اقول ايه. بس انا يلا نشوف كده ركبة وهدي ركبة وهدي. خلينا بالخد. يلا كويس ان هنا. الو ما حدا يتكلم. كويس ان هنا في عربية برضو. ما ينفعش تتركب ليه يعني؟ هي العربية في اخر الدنيا ولا لا؟ ولا لا في الاخر بايظة يا شباب. عيب اوي. اهي عربية. صوت الناس يعني رب الوقت بسمه. ايه ده كان فين كده؟ مفيش حاجة. ايه كل صوت الضرب ده؟ ها؟ جيه؟ شو فاضيه؟ شو؟ محتاجة ميديك. كويس كويس. مشكلة والله مشكلة. الطيارة هناك بتنزل دروب. ها
هتنزل الدروب، خلينا نروح للدروب يعني نروح وراها. يلا بالنار. رحنا في السيارة لأن السيارة بتنزل دروبات. لا 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 لا، ده أنا نزلت من مكان فوقي. أنا أدخل إزاي كده؟ أنا ممكن، أنا عايز أدخل الدروب لأن الدروب بيكون في حاجات جميلة كده، مش عايز أتعلم. لا لا لا، شكلي هنزل. والله حد بيتكلم، مش عارفه ايه اللي بيتكلم. يا رب يكون ان شاء الله. Let's go. Let's go. الله يا جدعان، اللي بيقولوا الحاجات دي انا مستغربه. Turn up on me. خلينا نروح مكان. والله العربية وزت من كتر. شكرا لدعمكم الخرافي لسلسلة ماين كرافت. ماين كرافت مقرفة، حسدت لي كنت هتفرج. رقم واحد عبي دم. لا لا يا لهوي يا لهوي. من كترة الحماس اصلا قلبت البتاع، قلبت الشاشة من ناحية تانية. يلا ترارارارا. الله يعني والله لعبة بابجي دي بحبها جدا. انا مش عارفة اقول لكم ايه والله. يا لهوي، لا مش كده. ايه ده؟ لا دي مفيش غيرها دي. عدي يا عمي. يلا نرجع. ايوه يلا يلا، حولي يا عربي. ايوه يا فرم. مفيش أي فايدة يا جدعان، مفيش أي فايدة، مش راضية تخرج. طب نعمل ايه؟ خلينا نشوف كده. لا لا، خلينا نخرج ونستخبى. خلينا نوطي. نفنش التاني. مشكلة فين التاني بقى حبيبي؟ مش عليا انا، بس نفسي محتاجة بجد منك. يلا
اوكي على الاقل برضه لسه عندي. اوه ده معاه ميديك، ناخد الميديك. ناخد ايه؟ نخلينا بنطلون ناخد، نروح بقى للتاي اللي فنش. طبعا شباب انا مش متوقعة كده يعني، بس بقى معايا 11 ميديك يعني امدد جرعتي. بس يا رب ان محدش يقدر يفنشني، هو انا مش عارفة اذكركم ازاي تعليقاتكم الخرافية. والله اول لما قلت تعليقاتكم الخرافية تسلم عليكم، انا بحبكم جدا يا شباب. شوفوا لما اعمل كده يبقى انا عملت الزوم. يلا نتحرك، نتحرك لمكان تاني. بس احنا عايزين عربية، يلا عربية. نعمل ايه نعمل ايه؟ هنا فين جوه الدايرة؟ عايزين ندخل جواها شوية. بس بصوا يعني انا لما اعمل كده شوفوا يا جدعان. ده طبعا وانا مش عارفه الصراحه، مش مشكله ده ولا ده. يلا نشوف البنت ده، ما ده مش شفناهوش. اوكي حلي ايه ده؟ ده ميديك اللي معانا. الشنطه دي يلا. لا 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 حتى ولا لا هدا احسن. ناخد ده هاي. شفتها يا رب. بتنزل دروب. انا عارفة اني عاملة الشاشة غلط بس انا عامل دروب. راحت فين دي؟ مشكلة، خلينا اخليها ادور عليها. دي بصراحة عايزة الدروب جدا. والله لغاية دلوقتي مش عارفة ازاي اخد الدروب والله. يعني يا شباب ممكن تقولي لي حاجة اوصل بيها يعني؟ ماشي، اول لما بدأت الجيم لقيت عربية، بعدها باظت مني الاستيبل ده. لا بروح جنب والله. لا 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 الزوم جايلي، الزوم جايلي. لا لا بسرعة. مش عايزين ندخل جوه عند السكول المدرسة. خلينا نكبر 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 نكبر. في واحد في البحيرة، بحيرة اللي يوصل مش بروح أوي. عايزين نشوف لنا عربية كده في حتة. يا جدعان استنى هرميها لهم. يا جدعان حد شاف عربية؟ عملت هنا في الهنا استحب فيها. طبعا ديت معمولة للاثنين. من ده برد هنتحرك.
احنا شفنا زوم ده صح؟ ايه ده؟ يا لهوي عربية. وبرضو يعني محتاجة الدايرة بدأت تظهر والزوم جاي لنا. يا رب تكون بس ايه متصلحة تحت راكب فيها. يلا ويجينا زار انا هروح بسرعة عشان لا خلي العربية ما تتخبط ما تتخبطش في حاجة لان صعب اوي. يلا للمكان اللي في الدايرة. مش هنستسلم. هو شباب لو عجبك الفيديو لا تنسوا اللايك والشير وتابعوا القناة عشان تشوفوا الفيديو اللي هيجي. الفيديو ده هبعته طويل قوي. فيلا سلام.